الإيمان، وقد ذكرنا بالسبب المعتبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: صوموا يوم القدير كفارة لذنوب 60 سنة، صوم يوم القدير كفارة لذنوب 60 سنة. وفي رواية أخرى أنه سئلت على قال الإمام الصادق هل تأمرني بصوم يوم غريب؟ قال: والله نعم، حتى قال يا ثلاثة: والله انه في هذا اليوم قبل الله توبة آدم فصام آدم في هذا اليوم شكرا لله، وفي هذا اليوم عند الله إبراهيم الخليل منا للعمرون فصام شكرا لله، في هذا اليوم جعل الله لموسى وحيا فصامه كفرا لله، وفي هذا اليوم أظهر عيسى عليه السلام وصاية شمعه فصامه شكرا لله وتعالى، وفي هذا اليوم برغم أن الشيطان نصب رسول الله خليفة على المسلمين وأظهر لهم فضله ووصايته على الخلق، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين شكرا لله تعالى على ما في هذا اليوم من الفضل العظيم. ثم قال: يا ابن ابي نصر اينما كنت فحرص ان تحضر عند قبر امير المؤمنين عليه السلام، فان الله في هذا اليوم